تظن لا يكون. أتهنيني على فراق وطني جدي؟ أما علمت أن غربتنا أهل البيت فراقنا لوطن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قام الإمام بحركة غريبة جدا، جمع أهله وأمرهم بالنياحة عليه، ابكوا علي قبل موتي فإني أذهب إلى دار مضيعة ولا أعود منها أبدا، يقتلني شيطان من شياطين الأرض. ولهذا في مثل هذه الليلة كان الإمام سلام الله عليه يوصي بالوصايا الأخيرة. التفت إلى أبي الصلت قال: يا أبا الصلت، اعلم إني داخل على هذا الطاغي، فإن رأيتني قد خرجت من عنده وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني لأني سأكون مشغول بنفسي. يقول أبو الصلت: دخل الإمام وانتظرته عند باب المجلس، استقبله المأمون، قبله بين عينيه، أجلسه إلى جواره، أخذ يلاطفه، ثم قدم إليه عنقودا من العنب. قال: يا ابن رسول الله، لم أذق أطيب من هذا. قال: اعفني. قال: أتتهمنا بشيء يا ابن رسول الله؟ أصر عليه، فتناول إمامنا حبتين أو ثلاث كانت كفيلة بالقضاء على حياتك. الروايات تقول أئمة أهل البيت سقوا سما نقيعا، وكان أحدهم يبقى 40 يوما كالإمام الحسن، أو 10 أيام كالإمام العسكري، أو 3 أيام كباقي الأئمة، إلا إمامنا الرضا السم الذي سقي إياه لم يكن نقيعا، وإنما كان زعافا ما بين تناوله السم وبين رحيله شهيدا مسموما عدة ساعات. يقول أبو الصلت: خرج الإمام مغطى الرأس فخنقتني العبراء، جاء دخل إلى داره، أمرني بإقفال الباب، ثم رمى بنفسي على فراشه، يقبض يمينا ويبسط شمالا، يقوم ويقعد، يقطع الدار ذهابا ومجيئا، لا يقر له قرار حتى تعب بأبي وأمي، ها؟ ورمى بنفسي منهكا على فراش الشهادة. يقول أبو الصلت: رأيت من الإمام عجبا، الدار مقفلة وهو يلتفت بين الفينة والأخرى إلى الباب وكأنما ينتظر أحدا. يقول: بينما أنا كذلك، وإذا بطفل سباعي يتخطى في فناء الدار، عليه سيماء الأنبياء ومهابة الأولياء، ففزعت منه وقلت: من أنت ومن الذي أدخلك؟ من أنت؟ قال: يا هذا يا أبا الصلت، لا تشك في قدرة الله تعالى، إن الذي جاء بي من مدينة جدي وأدخلني هو الذي أدخلني والأبواب مقفلة، أنا حجة الله عليك، أنا محمد الجواد. يقول: جاي هرول ورمى بنفسه على أبيه الرضا، والإمام يضمه إلى صدره ويوصي بوصاياه: أبا جعفر في دعة الله،
الإمام ما تهنى أبدا، ها لم يتهنى بأبوته. ترى الإمام الرضا عليه السلام رزق ولده الجواد في سن متأخرة من زواجه، ها وما لبث أن ولد له حتى أشخص به إلى خراسان، يعني لم يمارس الأبوة والحلو مع ولده الجواد عن كثر، فرق بينه وبين ولده. عظم الله أجورنا وأجوركم، أخذ يوصي بوصاياه، يعهد بعهده، قال ولدي ضع رأسي في حجرك، وعند احتضان الموت مدد رجلي وأسبل يدي ورشح جبينه وسكن أنينه وتلا شيئا من القرآن وغمض عينيه وفاضت روحه المقدسة. رمى الإمام الجواد بنفسه على أبي مناديا ويتما وأبتا. المصيبة أين؟ تقول الروايات لما شيلت جنازة الإمام خرجت خراسان عن بكرة أبيها، كان كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقودك إلى هذا المقطع. تقول الروايات جئنا نساء خراسان قلنا يا رجال ضعوا جنازة مولانا على الأرض وابتعدوا، نريد أن نتودع منها. وضعت جنازة الإمام على الأرض، ابتعد الرجال، جاء النساء أحدقن بجنازة الإمام بأبي وأمي، كل امرأة رمت باقة ورد على جنازته رشتها بدموع عينيها. ما ابتعد النساء وجاء الرجال إلا وجنازة الإمام قد غطيت بالورود. ساعد الله قلب زينب لما جاءت إلى جسد أبي عبد الله بماذا رأته مغطى. يقول إمامنا الباقر مغطى بتلال من الأسنة والرماح كهيئة القنفل. وحدة تحسب جروحه وعليها ضاعت الحسبات، زينب شمت بنحره وتصيح وتجذب الحسرات، ما تتميز الطعنات يا ابن امي من الطبرات. اما مصيبة الامام الجواد العظمى عندما رجع الى المدينة استقبله عمه علي بن جعفر، اين كنت يا بقية الله؟ قال عماه اؤمر عشيرتي باقامة المأتم باقامة العزاء. حبيبي نور عيني على من نقيم المأتم؟ ترى مصائبنا كثيرة، ها أنقيم المأتم على مكسورة الضلعين أم على قتيل ابن ملجم أم مسموم جعدة أم على ذبح الحسين؟ هي جيت لو عاتي يا ابن خير البرية، قل لي على من آمرت ننصب عزية، يا ابني مصايبنا عظيمة تشيب الشاب، نبكي على ضلعين مكسورة لو للجنين اللي تعفر فوق الاعتاب، لو قول جدنا اللي دهانا بكل رزية، لو ضربت المحراب نبكي يا ضي العين، لو لجل عمنا الحسن لا نبكي،
لولا الاجساد اللي بقت من غير تجفين، لولا الحريم اللي تسمت خارجية، ننصب الماتم ما تقلل يا فجيعة، للي انذبح ضامي على صدره رضيعة، لون الإمام اللي نشر مذهب الشيعة، جعفر من المنصور لاقى كم أذية، يا ابني مصايبنا ما تنحصى، يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون امتلت شبان واولاد، بالامس ظل خير ومي بجسور بغداد، بين الاعادي جنازته ظلت رمي، لون بكي يا بني للذي ماتوا بالحبوس، راح اولى بين الملل هم عين الرموس، يا نور عيني لو لفالك خبر منطوس، ليكون ابوك انصابا يا بالرزية، حني وجذب ون وزفر زفرة شديدة، قال له يا عمي حلت مصيبة، ويا الرضا المأمون سواها مكيدة، قطع مهجته وزلزل السبع العلية، لكن المصيبة عند الزهراء ماذا تقول؟ قالت أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، كلهم عليهم نوحت والجيت شقيت، واعظم علي لا نعى الناعي على حسين، ما سمعنا بالرضا حرقه وخيامه، ما سمعنا بالرضا حرقه وخيامه، ولا سمعنا بالعدا روع ويتامه، وشمر الخنا ما سوى في صدر علامه،